استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله في قصر سموه في زعبيل ظهر اليوم خلال اللقاء الأسبوعي مع الوزراء والأعيان وكبار المسؤولين في الدولة فضيلة الشيخ الدكتور شوقي إبراهيم علام مفتي الديار المصرية. وقد تبادل سموه ومفتي مصر الحديث حول المواضيع التي نوقشت في منتدى فقه الاقتصاد الإسلامي الذي اختتم اليوم في دبي، واستعرض أهم القرارات والتوصيات التي اتخذها السادة العلماء والأساتذة الأفاضل في ختام المنتدى الذي دام على مدار يومين. وأكد سموه خلال اللقاء أن المسلمين بحاجة إلى مفتين ضالعين بعلوم ومبادئ الفقه الإسلامي، وما أكثرهم في بلادنا العربية كي يفتوا بوسطية ديننا الإسلامي الحنيف واعتداله وعدالته وتسامحه، بعيدا عن الفتاوى المتطرفة والبعيدة عن روح وسماحة الإسلام الحنيف. كما استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في الوقت ذاته السيد في سنت جونز إليس الأمين العام للمكتب الدولي للمعارض في باريس ومسؤول ملف معرض إكسبو العالمي. وقد تجاذب سموه والضيف أطراف الحديث حول الاستعدادات الجارية على قدم وساق لاستضافة دولة الإمارات لمعرض إكسبو دبي 2020 والمراحل التي قطعتها اللجنة الوطنية العليا لإكسبو دبي 2020 على طريق إعداد وثيقة التسجيل التي سترفع إلى المكتب التنفيذي في المكتب الدولي للمعارض في باريس قبل الأول من مايو المقبل. وذكرت معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة مديرة اللجنة الوطنية العليا لإكسبو 2020 والعضو المنتدب أن السيد جوانز أليس يشارك أعضاء اللجنة مراجعة الوثيقة التي تتضمن 14 فصلا للتأكد من تمامها قبل رفعها إلى المكتب التنفيذي، وتسلم دبي راية إكسبو رسميا بعد مناقشة الوثيقة في المكتب الدولي للمعارض في باريس والموافقة عليها. وقد بارك صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي جهود اللجنة الوطنية العليا لإكسبو 2020، وأثنى سموه على دور السيد جوانز أليس الإيجابي في المساعدة على أن تكون استعداداتنا لاستقبال الحدث التاريخي الأهم كاملة وغير ناقصة من جميع النواحي خاصة اللوجستية منها والفنية.